لاني تاعها جميل 16 ماشيه 100000 حاطينها ب 11600. كي نقول لك 11600 اخر مشاهد اللي هي حوالي واحد 230 مليون تقريبا 240 مليون. اسكو بولو كيما هكذاك فيها ليلات في 2016 ماشيه 100000 راه تسوى هذا الاسوام ولا لا؟ لا. السلام عليكم خاوتي خواتاتي متابعين قناة بوحيدي زاد. اليوم جيناكم في فيديو جديد ألا وهو دورة خفافة عند العملاق فولكسفاجن. عند العملاق فولكسفاجن راح نبدأ لكم بالرزق هذا ربي يبارك ما شاء الله كما راكم تشوفوا فيه قدام تورك التورك خاوتي. هذه راهي في الإبريد. إبريد واش معناتها؟ معناتها تلقى فيها زوج محركات، واحد إيسانس واحد كهرباء كما نقولوا. هذو هما السيارات اللي راهم دوكا يدخلوا للبلاد. لا طاكس تاعهم راه حاله معاونه فيها الدوله ربي يبارك ما شاء الله. سما راهم يقولوا باللي بربي ان شاء الله ما يولوش يخلصوا عليهم بزاف. في انتظار نجربوا ان شاء الله نهار ندخلوا سياره كيما هاك ولا واحد من اهل الاختصاص ينفعونا. شوف الله يبارك توارك روعه صراحه توارك خوتي. سياره جد جد فخمه الله يبارك. شوف الانتيريور تاعها الله غالب راه مش مفتوحه. لو كان جات مفتوحه نصوروها من الداخل مليح مليح. مي الله يبارك كيما نقولوا بابور بابور ربي يبارك. الله يبارك ما شاء الله. هذه كانت سيارة التوارك. شحال دير يا عمي من بوحي التوارك ها؟ ار الله يبارك ما شاء الله. سيارة التوارك خويا ها هي لك السعر تاعها. ما نطولش على خوتي صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا 3.0 تي اس اي ايبريد فيها 462 حصان ربي يبارك. 4 مونسيون ترونيك ويت ها هي وين ديسمبر 2020 ماشيه 37000 حاطينها تقريبا 90000 اورو. كي تقول لي مبولحي 90000 اورو شحال راها طيح بدراهم البلاد تقريبا؟ نقول لك قول واحد المليار و900 وما تخافش. قول واحد المليار و900 ربي يبارك وما تخافش. ايه وهنايا كاينه الكيوسات. هذه الكيوسات ثاني سياره جد مطلوبه على خاطر انها سبع مقاعد. كي تقعد فيها سبع مقاعد السياره تكون مطلوبه شويه. واش ملاني يا مبولحي الكيوسات هذه؟ الكيوسات هذه ايسونس كورون. هذه ثاني فيها الكتريك الموتور تاعها الكتريك هيبريد كيما نقولوا تري سيتي ايسونس 2020 ماشيه 40000 حاطينها ب 78000 اورو. 78000 اورو ثاني سياره زينه على كل حال. هي التوارق والله غير خير منها ربي يبارك. وش هي ثاني الاودي ثاني زين ثاني الاودي زين الله يبارك. الاخرى تحس باللي تحس بالضخامه تاعهم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. كاينه هذا الاتيكا ثاني. هذو كاع كاين سيارات راك تشوف فيهم اقل من 3 سنوات. كاينه هذا الاتيكا اللي تشوف فيها راهي ماي 2020 ماشيه 23000 2.0 تي دي 150 شوفوا. بالنسبه للمازوت المازوت لحد الان خاوتي لحد الان راه الناس تدخل في المازوت في الجديد رانا نهضروا. الموان 3 راه مازال ما فتحوش سي بورصه ما نقدر نقول لك عليه والو. بصح في الجديد راه مازال دخل الناس في المازوت. راه كاين الناس بزاف يقول لك باللي راهم حبسوا الوكلاء هما اللي حبسوا عليهم المازوت لحد الان. الخواص مازال ما هضروش عليهم عن طريق الخواص. راه مازال الناس تدخل في المازوت عادي. انا يا واحد من الناس راني نخدم مع الكراج تاع ابي سي ورانا نبيعوا في المازوت يوميا ربي يبارك ما شاء الله. واللي تخصو السياره ما عليه غير يتصل ونعاونوه الى كتب ربي بالشيء اللي نقدروا عليه. صلوا على النبي. كاين هذا الاتيكا الله يبارك ها لاني تاعها 2020 ماشي 23000 2.0 ولا 150 شوفو بوات اوتوماتيك حاطينها ب 29000 اورو و700 29000 اورو و700. نروحو نشوفو واحد التيغوان من هي عجبوني صلوا على النبي. فوتو من هي كاينه هاد التيغوان اللي فيها الداتاشو الله يبارك لا توت اوبسيون كيما تشوفو فيها الداتاشو هنايا هكذاك المعمره قايتين. هذه في الكات مونسيون 2.0 سي دي لا 150 ديزي ايرلاين كيما راكم تشوفوا فيها الله يبارك. ها لي جونطالياج تاعها كولر تاعها ثاني زينه. شحال دير يا مبولحي هذا التيغوان؟ خلونا نروحوا لها من الجهه من هنا ونشوفوا شحال راه دير. هذا التيغوان ها هي اللي قدامكم خاوتي شحال راهم حاطينها. الله نتاعها 2021 ماشيه 24000 خاوتي استغفرك يا ربي واتوب اليك ماشيه 14000 ماشيه 14000 14000 حاطينها ب 48000 اورو. 48000 اورو يا مبولحي راها حوالي يقول واحد يقول راك تهضر على مليار. راك تهضر على مليار ربي يبارك معناتها تهضر على حوالي واحد المليار سنتيم عندنا في الجزائر. وكاينه واحده اخرى كيما هي ها هي وين ماشيه اكثر منها شويه. هذه هي اللي ماشيه 24000 اللي قلت لكم ها هي اللي ماشيه 24000 لاني تاعها 2021 2.0 تي دي لا 150 ايرلاين دايرينها ب 44000 اورو. 44000 اورو اللي هي حوالي واحد 850 مليون 880 قول واحد 900 مليون تقريبا حوالي واحد 900 مليون تقريبا. هذه كانت اسعار سياره التيغوان زوج اللي شفتوهم معايا. نروحوا من هنا نزيدوا نشوفوا حاجه واحده اخرى.
وهنا الجي تي خاوتي، الجي تي زيرو كونتر هذه ربي يبارك، ماشيه 145 كيلو، 145 كيلو اكيد راه قضاتها قا هنا في الشوروم كيما قالوش. الله يبارك الجي تي ها هي لك 2022 في كيو 9 هاي من جولف 2.0 تي اس اي 245 دي اس جي سات جي تي حاطينها ب 41 و770 41000 اورو 770 هنا رايح حوالي واحد 830 مليون تقريبا. هذه ماشي هي الجولف ويت في الجي تي، الجي تي الله يبارك ثاني زينه ميم الصالون تاعها الانتيريور تاع الجي تي تاع بكري هذاك كيما نقولوا المخطط دوريجين كيما يقولوا حنا يقول لك اودي دوريجين كي تشوفها في الكوير يقول لك لا لا ماهيش دوريجين جي تي قال لا شافها هكذاك والله يعلم اسكو معلومه صحيحه ولا لا. تيغوان احسن سياره كسبتها انا هي تيغوان على كل حال خوتي صراحه تيغوان فخم. تيغوان هذا راني تاعو 2020 هذا التيغوان خوتي كيما راكم تشوف فيه لا كارا ايرلاين مانيش عارف كيفاش هان في السياج تاعو كاين لانسين تاع الايرلاين مي في الطابلو هنا كاتبين لا كارا يجي لا توت اوبسيون فيه البواط اوتوماتيك كيما راكم تشوفوا في الديازل 2.0 تي دي لا 150 ماشي 43 الف حاطينو ب 36 الف اورو لاني تاعو 2020 36 الف اورو خاوتي هنا رانا نهضروا على حوالي 750 مليون تقريبا. ها هوليك زين زين كي تقول لي نقي بو الحين نقول لك نقي نقي ياسر ربي يبارك. هاي في البواط اوتوماتيك الفولون تاعو في المدوره ميم لي سياج والطابلو كيما راكم تشوفوا فيهم الله يبارك صراحه زين. وهنا يا عاود نرجع لكم في التيروك، التيروك ثاني سيارة مطلوبة بزاف في البلاد ربي يبارك، هذا التيروك ثاني 2022 خوتي، 2022 ماشي 12000، 12000 ايسونس سون بلون كيما راكم تشوفوا فيها، حاطينها ب 25000 اورو و600 اللي هي حوالي واحد 520 مليون تقريبا، 520 مليون، اسكو راها لي بري متقاربة ما بين عندنا وفي البلاد ولا في جهة اللي راك ساكن فيها الله يعلم، حبذا لو كان تخلينا في التعليقات تيروك كيما هكذاك 2022 شحال يسوى ثم. وهاي ليك بولو شوف بولو هذه 2015 شحال تسوى شوف فيها لي جونطالياز هذه راها الكروس بولو، الكروس بولو تجي شويه عاليه على البولو كيما نقولوا حنايا شوف شحال دير لاني تاعها 2016 ماشيه 100000 حاطينها ب 11000 اورو 600 كي نقول لك 11000 اورو 600 اخر مشاهد اللي هي حوالي واحد 230 مليون تقريبا 240 مليون. اسكو بولو كيما هكذاك فيها ليلات في 2016 ماشيه 100000 راه تسوى هذه الاسوام ولا لا؟ لا وربي يجيب التسهيل للجميع. نروحو نضربو طله خفافي لداخل في الشوروم عندهم واحد السياره تعجبني بزاف نشتي حالا ديما نشوفها خليكم معنا نروحو نشوفوها كيف كيف. وهنايا هذه السياره هي اللي كنت نحكي لكم عليها الله يبارك السياره هذه هاي وين المزايا تاعها شوف الله يبارك 2.0 اب فيها موتور لا 115 بلو مونسون تكنولوجي بواد فيتاس سيزيام فيتاس ها البري تاعها شحال دير دير ب 17000 اورو في الاورتاكس 17000 اورو في الاورتاكس كي تقول لي 17000 اورو شحال راه يوم بولحي نقول لك راه حوالي واحد 350 مليون هذه في الاورتاكس في الاورتاكس هذه جديده عند فولكس فاجن شوفوا الانتيريور تاعها كيفاش دايره الجي تي كيفاش دايره من الداخل الله يبارك زينه صراحه والله زينه الارياج تاعها كاين اللي تسع على باس بيه هذه كانت سياره الاب اوكي سيارات لاباس بهم انا كيما كتشوف رانا في الشروق واش راح نقول لكم خاوتي اللي تنفح له يشوف سياره حب هذا ولو كان يكتب لنا في التعليقات واش من سياره راك حاب تشوفها ونشوفوها كيف كيف الله يبارك 220 في الطابلو ميم لانتيريو تاعها حاله زين وهنا راه عندها واحد الجي بي اس يركب راك تحطو هنا سيبور تاعها يركب فيها جي بي اس تما تولي حاله باهيه كي تركب لها الجي بي اس تاعها زينه الله يبارك صراحه زينه ميم لي سياج مخدومين شغل جي تي خاوتي كان هذا الفيديو تاعنا لنهار اليوم ضربنا طله خفافي معكم كيما راكم تشوفوا رانا في الشوارع تاع فولكسفاجن ما تنساش اللي كنت مش مفعل الجرس ولا ماكش ابوني معنا فلاشان ابوني معنا فلاشان ولا بارطاجيها مع اصحابك وربي يجيب التسهيل للجميع. هذه جي تي او هذه جي تي او كيما جي تي في الايسونس جي تي دي في المازوت جي تي او في الالكتريك ثاني سياره حاله ناجحه هنا في فرنسا مطلوبه بزاف 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 كاين الجولف ويت كيما نقولوا هذاك في الجديد ولا في الكادي في الجديد نوريكم البري تاعو باش هكذاك من مفات فينا جينا جينا هذا في الايسونس سون بلون
الفولكسفاجن راه يدير ب 31 ألف أورو، فصح في التي تي سي، في التي تي سي. وكاين الكادي، الكادي فيه الطوا هذا بانوراميك كيما راكم تشوفوا، يدير ب 47 ألف أورو 900، كيما اللي كنا نشوفوا فيه في اللايف قبل. هذا راه في المازوت 2.0 تي دي كيما راك تشوف فيها هنا. الكادي 47 و 900، نهضروا على 48 ألف أورو. ها سي با دوني. بونجور، ميرسي سي جونتي، جوست في ان فيتو، ميرسي سي جونتي. ها شوف الله يبارك في البوات اوتو المعمر 148 ألف أورو خويا، راه دراهم. واش راح نقول لكم خاوتي، كان هذا الفيديو تاعنا لنهار اليوم، وتهلاو لنا في رواحكم وربي يجيب التسهيل للجميع ان شاء الله. سلام.